الله يطول عمرك. بكيف اللي دكتور حبيب؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا. يسرنا أن نبدأ جلسات اليوم الثاني من منتدى جدة الاقتصادي لهذا العام. الجلسة التي أتشرف بإدارتها موضوعها الرئيس إحداث تغيير في التربية والتعليم، تمكين الجيل التالي. لدينا اليوم متحدثون مهمون، فسنبدأ من حيث الدكتور عبد الله صادق دحلان الذي يجلس إلى يميني، وهو رئيس مجلس الأمناء بكليات إدارة الأعمال الأهلية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة وعضو مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية. لدى الدكتور عبد الله تجربة مميزة من خلال استثماره في التعليم، والكلية أو كليات إدارة الأعمال الأهلية التي يرأس الدكتور عبد الله مجلس الأمناء فيها تتميز بأنها إحدى كليات التعليم الأهلي التي يحظى خريجوها بالتعيين قبل تخرجهم. فنتطلع إلى أن نستمع من الدكتور عبد الله عن هذه التجربة الإيجابية، خصوصاً عندنا مشاكل في الخريجين ووظائفهم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى السيدة داتو نور ريزيان بابو هاشم، وهي مستشار خاص في التعليم خزانة ناسيونال. منذ عام 2007 تولت داتو منصب نائب المدير العام في وزارة التربية والتعليم في ماليزيا، وترأست لجنة تحت إشراف رئيس الوزراء لتعزيز اللغة الإنجليزية في المدارس الماليزية، وشغلت منصب رئيسة الاختيارات في إطار الإشراف على النتائج الوطنية. ونتطلع إلى أن نستمع من حضرتها عن تجربة ماليزيا المميزة في النهوض بالتعليم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الدكتور حمد آل الشيخ، نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين في المملكة العربية السعودية. وقد كان الدكتور حمد وكيلاً لجامعة الملك سعود للتطوير والجودة، ورئيساً للجنة جائزة التميز لأعضاء هيئة التدريس، وسبق أن كان معيداً لمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات بجامعة الملك سعود، وهو حاصل على دكتوراه بالفلسفة تخطيط وتنمية اقتصادية من جامعة ستانفورد. ونتطلع إلى أن نستمع منه عن تجربة التعليم في المملكة العربية السعودية، وماذا يمكن أن تحدث وزارة التربية والتعليم من تمكين للجيل التالي ضمن التغيير المتطلع في التربية والتعليم. ثم ننتقل إلى الدكتور غاري لافونين، البروفيسور في الفيزياء والكيمياء في جامعة هلسنكي، ورئيس قسم الإعداد التعليمي منذ عام 1985. والدكتور غاري يعمل في قطاع تطوير المدرسين ويرأس قسم تعليم المدرسين بالجامعة، وهو ناشط في تطوير الكوادر التعليمية وتقييم برامج التدريب، مدير كلية الدراسات العليا الفنلندية في الرياضيات وعلوم التربية. له 150 ورقة علمية و120 كتاب في تعليم وتطوير التعليم. تجربة فنلندا أيها الأخوة والأخوات تجربة صنفت فنلندا في المرتبة الأولى فيما يتعلق بالتعليم، ونتطلع باهتمام لأن نتعرف على تجربة فنلندا من الدكتور غاري. سأترك للسادة والسيدة المتحدثين 10 دقائق لكل متحدث،
ثم ننتقل بعد ذلك لتلقي أسئلتكم واستفساراتكم والنقاش. نبدأ مع الدكتور عبد الله مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لك أستاذ التركي. الحقيقة قبل لا أحضر أو وافق على الحضور كنت سألت الشيخ صالح كامل بهاتف يوم الجمعة، قلت له هل تسمح لي أني أنا أتكلم بكل صراحة عن التعليم في المملكة وعن التعليم في المنطقة وأقول كل اللي عندي، وعندي أشياء كثيرة قد تعجب أو لا تعجب. فقال لي لا لا لا، أرجوك لا تفرقع لنا الأمور في المؤتمر وتلخبط لنا. قلت له أنا أوعدك أني أنا حكون أطرح طرحي بطريقة لا تزعج أحد وبطريقة دبلوماسية لكن أوصل للهدف، وهذا الشيخ صالح قدامي ويذكر المكالمة. لكني قبل أعرض تجربتي بدي أقول لكم حاجة مهمة جدا. أنا شايف القاعة قدامي والآن الساعة 10:15 وما فيها ولا ثلث الحضور، وهذا يأكد لي شعور قديم عندي بأن الناس للأسف الشديد لا يهتموا بالتعليم إلا لأجل الوصول للشهادة، ولا يهتموا بفكرة تطوير التعليم، واعتقدوا أن التعليم ده يعني إن كان الأستاذ ولا إن كان الطالب ولا إن كان المقرر تحصيل حاصل حتى يصلوا إلى ما يبغون. والحقيقة كل المواضيع اللي طرحت في هذا المؤتمر إن كان اقتصاد أو سياسة أو أمور اجتماعية أو غيرها أساسها التعليم، البنية التحتية تبعها التعليم. إذا صلح التعليم ستصلح كل خططنا في التخطيط، في رسم السياسات، في بناء الإنسان، في بقاء الأمم، في بقاء الدول، في بقاء القيادات. وأقول لكم الحقيقة أنه بعد قراءاتي الطويلة وجدت أن هناك في الحقيقة أزمة في التعليم في العالم العربي، وما يؤكد هذه الأزمة الإحصائيات. إحصائية تقول أنه 45% من الكبار فوق سن 15 سنة في العالم العربي لا يقرؤون ولا يكتبون، وإحصائية تقول أنه سنوات الدراسة في فصول الدراسة للفئة العمرية من 1 إلى 25 في الدول العربية 5 سنين وفي الدول الصناعية 13 سنة. حجم الإنفاق على التعليم 8%، في دول أخرى يصل إلى 15-20%، حتى الدول الغنية بما فيها دول الخليج، ولو أن السعودية أعلى حجم إنفاق في السنوات الأخيرة فيها. ولهذا كان عندي إيمان كامل بأنه في مشكل في التعليم. مشكلتنا في التعليم انعكست على التوظيف، وبالتالي نسب البطالة ارتفعت، دراسات وأبحاث كثيرة، القيادة وضعت بلايين لدعم التوظيف، وضع القطاع الخاص كمتهم رئيسي بأنه لا يرغب أن يشغل السعوديين أو خريجي الجامعات. جلسنا في شماعة كبيرة جداً نعلق عليها نحن في القطاع الخاص أعذارنا بأنه والله السعوديين غير مؤهلين، وأنه والله السعوديين يفتقدوا إلى المهارات التي نحتاجها في القطاع الخاص. عملت دراسة عندما كنت أستاذ في الجامعة قبل أكثر من 30 سنة، عندما كنت طالب قبل 40 سنة في الجامعة كنا ندرس على كتب معينة وأسلوب معين. عندما تخرجت ورجعت أدرس في الجامعة لقيت نفس الكتب ونفس الأسلوب. عندما خرجت القطاع الخاص ورجعت بعد كمان 20 سنة لقيت نفس الكتب ونفس المادة ونفس المعلومات. هو ذا الخلل هنا. فقررت أني أساهم في معالجة المشكلة. عملت دراسة وجدت أنه 18% من خريجي الجامعات السعودية هم خريجي تخصصات علمية، و82% خريجي تخصصات نظرية لا تحتاجها البلد ولا يحتاج القطاع الخاص. وهنا كانت المشكلة الثانية. حاولت أن أعمل نموذج، بحثت عن مستثمرين معي لأن نستثمر في إنشاء كلية، وهي دي التجربة. قيل لي
بأن الدكتور دحلان الدكتور مجنون بده ينشئ كلية إدارة أعمال، مشروع فاشل خسران. جامعة الملك عبد العزيز عندها كلية الاقتصاد والإدارة وأنا طالب وأستاذ فيها، وبتدرس الطلبة مجاناً وبتدي الطلبة فلوس وتدرسهم باللغة العربية. وده رجل بيفكر تفكير آخر، بينشئ كلية طالب يدفع بفلوسه وباللغة الإنجليزية وبيربط التعليم بالتدريب. لن ينجح هذا المشروع. تعبت وأنا أعرض المشروع على ناس كثير حتى وجدت ناس يفكروا معايا بنفس التفكير، وهم أقارب وأهل دكتور هشام جمجوم والدكتور شهاب جمجوم، وكان معنا الدكتور مازن بليلة، وإحنا ناس أكاديميين أصلاً خارجين من جامعات. عملنا الدراسة، أول شيء ماذا يحتاج القطاع الخاص، ماذا تحتاج الوظيفة في القطاع الخاص، ثم بنينا البرامج التعليمية تبعنا على احتياج القطاع الخاص. وجدنا أن القطاع الخاص يحتاج تخصصات بمهنية معينة، يربط التعليم بالتدريب، يحتاج أيضاً إلى بعض من السلوكيات وبعض من المبادئ الأساسية. بنينا هذا السيستم، بدأنا بخمسين طالب، وقلنا حطينا شعار التعليم لأجل العمل مش التعليم لأجل الشهادة، وربطنا تعليمنا بالتدريب. وبدأنا بخمسين طالب. الاستثمار في التعليم يا أخوان استثمار طويل المدى. عام كم بديتوا دكتور؟ هذا الكلام في 2000. الاستثمار في التعليم جدا صعب، لكن نتائجه رائعة جدا. نحن نبني جيل، هذا الجيل يبني وطن، يبني اقتصاد، يبني قيادة، يبني فكر جديد. استقطبنا أفضل الدكاترة الموجودين سواء كان في السعودية أو في خارج السعودية. استثمرنا في خلال 12 سنة أكثر من 150 مليون دولار. حرصنا كل الحرص لأن نكون قريبين من صانع الوظيفة في القطاع الخاص. نعد دراسات سنوية. كان حطينا من خطتنا بأنه نبحث على كل شركة عندها تخصصات معينة مشغولة بموظفين أجانب، ما هي المهارات التي على أساسها تم التوظيف، نعيد دراسة هذه المهارات وإعطائها لطلبتنا. ربطنا التخرج بالتدريب. اتفقنا مع مجموعة من الشركات الرائدة بأن تبدأ في تدريب خريجينا قبل أن يتخرجوا. شرطنا أن يكون الترم الأخير هو ترم تدريب في القطاع الخاص. المحصلة طبعاً بالإضافة إلى حاجة تانية، ربطنا تعليمنا بخبرات تعليمية دولية. جزء من الدراسة كل صيف نرسل مجموعة من طلبتنا في تخصصات للتعلم مهارات في شركات أجنبية أو في جامعات سواء كان في أوروبا أو في أمريكا أو في الشرق، في اليابان أو الصين. أول دفعة تخرجت من عندنا كانوا 100 طالب. 100 الطالب حصلوا على وظائفهم قبل أن يحصلوا على شهادة تخرجهم، وكان متوسط الرواتب في أول دفعة تخرجت 7000 ريال في الوقت اللي كان متوسط الرواتب لخريجي الجامعة في ذاك الوقت 3500. كان نسبة الانتظار زيرو. كان نسبة الانتظار في الجامعات الحكومية من زيرو إلى سنة. طورنا البرنامج بعد 5 سنين إلى برنامج آخر يبحث عن الأريا إلا الدولة حريصة جداً أن يكون فيها نسبة من السعوديين. بحثنا عن التأمين، بحثنا عن اللوجيستكس، بحثنا عن التخصصات المرتبطة بالتقنية الحديثة. أدخلنا التقنية وكان أساسي جداً لنا أن نبني الطالب من جديد. أقول لكم كلمة واحدة مهمة جداً للأسف الشديد، ولو كان الدكتور حمد موجود، السبب الرئيسي في فشل خريجين الجامعات السعودية أو طلبة الجامعات بعض طلبة الجامعات السعودية هو النظام التعليمي الموجود في التعليم النظامي الذي اعتمد على التلقين
وبعيدة عن المهارات وأغفل الأستاذ وعدم ولم يطور المنهج وأغفل السلوكيات وركز على النواحي النظرية وأغفل النواحي العملية، أخرج لنا طالب من الثانوية العامة لا يستطيع أن يدخل إلى الجامعة ويكمل فيها، دفعنا إلى إعداد سنوات تأهيل، وهو إنفاق وهو استثمار صحيح، لكنه إنفاق كان ينبغي أن يبنى الطالب في مراحله النظامية. دكتور عبد الله، ترى عندنا في النقاش وقت، الوقت انتهى الآن. نقطة أخيرة بس بدي أقولها، أقول أن أحد الأسباب، هذه كلية صغيرة تخرج مئات من الطلاب وليست آلاف، لكني أوجه لوم كبير جداً على القطاع الخاص، وأشكر الشيخ صالح كامل إلا تبنى فكرة إنشاء شركة مساهمة للاستثمار في التعليم. القطاع الخاص في المملكة لا يؤمن بالاستثمار طويل المدى ويركز على الاستثمار السريع ذا العائد السريع، ما عدا أولئك الذين دخلوا في الصناعة، أما الآخرين وهم حجم ضخم جداً لا يفكروا في الاستثمار في التعليم، وأنا أدعوهم إلى أن يساهموا في هذا الوطن للاستثمار في التعليم النظامي والتعليم الجامعي، لأن هناك مسؤولية وطنية علينا، لابد وأن نضع يدنا مع يد الدولة، وليست الدولة هي المسؤولة الوحيدة لكننا نحن أيضاً مسؤولين. شكراً دكتور عبد الله على هذه المداخلة أو المشاركة الضافية. سننتقل الآن إلى السيدة داتو نور ريزان. You can use this for your presentation. Can I use the podium? Yeah, please. And we'll start countdown if you would like to see the watch here. Just to remind you what's your time. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And a very good morning, ladies and gentlemen. I would like to present to you the Malaysian scenario, and I must say that what has been very eloquently put across and very strongly put across by the first speaker is also something that the Malaysian system experiences as well. Yeah. So today I am going to share with you the Malaysian, how we all try to overcome these challenges also. And let me tell you, in Malaysia, it is a fully centralized system, everything determined by headquarters and going down the system. And I must say, despite the fact that philosophy of education stipulates holistic development of the child, we tend to still teach to the test. Right, again, as was mentioned, very, very much so teaching to the test. And so what we did was, under the purview of the Prime Minister, recently we did a lot of research and also new things, polls from the public, polls from the cabinet ministers itself, to decide on very, very critical issues in education that needed to be settled. And what happened was, we came up with the government transformation program. Yeah, the government transformation program. So today what I'm going to do is, I'm going to talk about the transformation itself, how you do it in a fully centralized bureaucratic system. Then I'm going to talk about the two areas of national key result areas and national key economic areas. They come together under the government transformation program to make things happen. Again, as mentioned by my colleague just now, my fellow panelist, the fear of producing rote learner children and also learning to the test wouldn't create the working people that we would like in the job market. What the GLCs are looking for are holistic people who are very, very strong on their soft skills and everything else. So I'm going to the first slide. In our system, being a bureaucratic system, we had to very, very strongly work on the concept of leveraging. And if you look there, Pemandu, right at the bottom, the smallest wheel, is in actuality the unit in the Prime Minister's department which moves the whole system. Then we've got the NKRA Performance Management Office. That would be about 50 people for all the six areas, including crime, corruption and everything else, education being one of them. Moving the people, these are the people who work to make things happen, and that is leveraged on to the NKRA implementation, the implementers or the drivers. These are the people in the ministry, in the state
and also in the districts that help move the chain, and finally it impacts right down to the front line that are the performers on the ground. Now, how do we do it? We'll find that in this particular context, it moves right from the top, where the Deputy Prime Minister himself is in charge of the delivery task force, which meets once every 6 weeks. Then it goes down to the NKRA lead minister that meets every 2 weeks, and challenges and problems are brought forth to find decisions. And then you have the third box, that is the NKRA task force under Pemandu, leader and secretariat to the whole working force. Here they monitor the progress of leading agencies, they prepare reports for the lead minister, and they ensure quality and timeliness of the initiatives. And of course, if you look right at the bottom, there are five different thrust areas. It started with four, then we had another one that came on board. All right, now, I'll go to the next one. Now, these are the 4+1 areas. As mentioned, it all begins with basic education. If we don't do it there, we don't do it at all. So the preschool education, giving more extensive exposure to preschool, starting early. Literacy, numeracy, by primary three, every child should be able to read and write. And then, not at the expense of quality, we ensure that of the 10,000 schools, there are a selection of schools that can go global and international. These are called the high-performing schools. Then we've got the performance management system, which is very important, reward the ones who really do well. And of course, there will be consequences for those who didn't deliver. And alhamdulillah, now we've already got an exit policy where we can get rid of people who are not performing. And lastly, we've got the launching. All the 10,000 schools were ranked, 7,000 primary and nearly 2,800 of secondary schools, to find out what their shortcomings were and to attempt to overcome these things. Now, there are many ways in which this was done, but I'm not going to go into it. I'm going to go into a new thing that has just been introduced in Malaysia. Prior to this, public schools were public schools, private schools were private schools. Now the Prime Minister wants to infuse the corporate culture into the public schools or the government machinery, which is very, very highly bureaucratic, to quantum leap performance and outcomes. Yeah? So the first thing we did under the national economic result areas was the trust schools. Now in the trust schools, if you look at the chart that I've given up there on the screen, we want to transform student outcomes. The students that come out must have the soft skills, must have the ability to meet what is required in the job market. And when we found in the GLCs, they were not having those skills. Yeah, the holistic child, yeah, and then these models must be replicable to all the 10,000 schools, and it is to close the achievement gap. Now, what we did was to start with a new innovation, the innovative method, with mixed ability schools, and when these schools, in this scenario, in the trust schools, we got the teaching learning advisors who are on site all the time to help. I can't see the time, Mr. Chairman. It's downstairs. All right, thank you. All right. Okay, now, so when we get these people on board, we are trying to change the way teaching and learning is carried out. It's not rote teaching, teaching and rote learning anymore, teaching to the test, drill, drill, drill. You get robots coming out of the system, and that's what we don't want, yeah? So this is why we have brought in people to change the method of teaching to make sure that we deliver the goods. All right, now, Yayasan Amir is the private sector side. On this side, the headquarters of the Ministry of Education, Malaysia. I've got to keep a close tab on the time. And if you look under the MOE headquarters, there's JPN and PPD, that's the state and the district level. And there are 5 schools in Sarawak and 5 schools in Johor that have started this. And alhamdulillah, in a year, we have seen the change. The way teachers are changing, the most important thing in teaching and learning is to engage the child so that the child will learn by doing things instead of just feeding, feeding, feeding. All right, so that's one. I'm going to go on to the next one. The next one is to attempt to change the quality of teachers. I think my friend Yuri will be talking a lot about this, but if you notice, the research has shown that a child of the same quality getting different quality teachers
would develop much faster if the quality of the teacher is a lot better. Yeah, child A has proceeded because the quality of the teacher is much better. So what we decided was to call back the talents from overseas, our local students who had gone overseas, to come back and serve the needs of the children. We have started what we call Teach for Malaysia, the first in Southeast Asia and third in Asia. And this is under the auspices of Teach for All also. Here we find we want these young people who are not teachers, yeah, they will be trained in very short span of time, on-site training for 2 years and get their diploma in teaching, postgraduate. They are doctors, they are lawyers, they are all sorts of things. But at the end of the day, they will develop the skills. And mashallah, let me tell you, I have seen these young people in action. They are very young graduates, some who have been working in GLCs for 2 years, 3 years. They've come back into the Ministry of Education to help to change the way teaching is done so that children become engaged in learning and in actuality develop their educational talents. Now, 2 years they're in our schools, and then we have an alumni which helps to grow this particular system. And my final slide, I would like to show you that this is part. We are very lucky because the Ministry of Education is completely behind. This is part of the 10th Malaysia Plan, all right? And we employ these teachers. There are 50 of them in 17 of our schools now. You find there are 50 fellows from 869. We've got 50 fellows in the 17 schools spread across three states, 6% acceptance rate, yeah? But initially, 3,066 went to the website to apply. 40% of them are Malaysian graduates that came from foreign universities, Harvard, Oxford, and very renowned ones. 60% are from the local universities, the top students, the creme de la creme. And now you find they are in the system and they are already making a very, very big difference. It's still too early to tell. They just started this year. But within a short span of 1 month, they attempted to teach the lower-end students, the non-performing students, and within the 4 weeks, there was a pre-test and a post-test. There was 16 to 17% jump in English, and there was a 32% jump in the mathematics. So, alhamdulillah, we are trying to do things differently, but as our colleagues mentioned just now, we have got to prepare the children for what's to come in the life and the years ahead. So it's not just teaching them like robots, you know, rote learning and memorizing and drilling them to the test. Even if a child gets 20 A's, it doesn't mean anything if the child doesn't have the proper decorum to conduct himself or herself in the industry and in the workforce. Ladies and gentlemen, thank you very much. Thank you so much. شكراً جزيلاً للسيدة داتو على هذا الشرح الجميل. ننتقل الآن إلى الدكتور حمد آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شكراً لمنتدى جدة الاقتصادي على هذه الدعوة والتي تدل على اهتمامه بالقضايا التي تهم هذا الوطن وأبعاده التنموية. سأتحدث عن تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية، رؤية مستقبلية. سأستعرض التعليم رحلة المئة عام، وأحاول أن أستعرض كل المحاور باختصار نظراً لضيق الوقت. بالنسبة للتعليم في يبدو لي الشاشة اللي قدام. طيب، مرت طبعاً المملكة أو التعليم في المملكة بمراحل. المرحلة الأولى مرحلة التأسيس، تعزيز قناعة المجتمع بالتعليم، تعليم المرأة، بناء النظام والسياسات. تلاها مرحلة التوسع، إتاحة فرصة التعليم للجميع، مساواة فرص التعليم للجنسين، محو الأمية. ثم بعد ذلك المرحلة التي بدأت قبل سنتين أو ثلاث، مرحلة الجودة، بناء مجتمع المعرفة، التركيز على النتائج، تعزيز المحاسبية والتقويم باستخدام مؤشرات أداء. طبعاً هناك إنجازات يفخر بها الوطن ويفخر بها التعليم من عام 1344. أولاً هناك تحسين أوضاع المعلمين، هناك تبني سياسات لتقويم تعلم الطلاب والطالبات
تركيز على الكفايات الأساسية، هناك توفير للتعليم المجاني للجميع، هناك انخفاض في نسبة الأمية في المملكة من 60% إلى 13%، نسبة الملتحقين بالمرحلة الابتدائية ذكور وأناث من مجموع الفئة العمرية المستهدفة 99%، تحقق المساواة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم، نسبة النساء إلى الرجال 15 من 15 إلى 24، الملمين بالكتابة والقراءة 98%، تطوير الأنظمة والسياسات، تطوير المناهج الدراسية على مدى العقود الماضية، إحلال المدارس المبنية لأغراض تعليمية مكان المدارس المستأجرة، يعني وما زالت طبعا هناك البقية، هذه كلها يعني من الإنجازات. هناك توجهات تنموية تحث على أو ترتبط بالتعليم، منها التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز التنمية البشرية ونشر المعرفة، تعزيز جهود نقل المعرفة، رفع مستوى المعرفة ومحتواها، هذه كلها موجودة في خطة التنمية التاسعة، مما تعزز الاهتمام بالتعليم والوصول إلى المجتمع المعرفي، تقليص الفجوة المعرفية بين المناطق وزيادة وعي المواطن. أيضاً هناك تنمية الموارد البشرية من خلال طبعاً بناء مناهج تعليمية متطورة، تحقق تطويراً، تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية، تحسين الكفاية الداخلية. هناك أيضاً استراتيجية المملكة في التحول إلى المجتمع المعرفي التي من مجموعة الأغر، والتي تم إيكالها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط للقيام بها، وهي أن نكون مجتمعاً معرفياً منتجاً ومنافساً عالمياً بحلول عام 1444. الرسالة بناء مجتمع معرفي متكامل عالمياً يحقق تنمية مستدامة من خلال بناء ثروة بشرية مبدعة وبيئة تقنية وبنية تحتية حديثة محفزة لتحسين مستوى المعيشة والرقي بالمجتمع السعودي. هناك أهداف استراتيجية موضوعة من خلال هذه الرؤية والرسالة. التحديات التي تواجه التعليم في المملكة العربية السعودية، هناك تحديات عالمية منها العولمة والتنافسية والثورة المعرفية، وطبعاً العولمة أزالت الحواجز بأنواعها بين الشعوب، فأصبح الإنسان يعني يرى ويقارن بين أنظمة التعليم، وأيضاً يرى الكفاءات والمهارات التي يحتويها العالم من أقصاه إلى أدناه. ضرورة إذن تطوير النظام التعليمي في المملكة ليصبح أكثر فعالية في التعامل مع فرصة العولمة. التنافسية أجبرت العولمة الدول أيضاً على المحافظة على اقتصادياتها قوية ومرنة للتكيف مع الطبيعة المتغيرة للرياح التنافسية. المواطنون السعوديون يحتاجون أن يكونون مزودين بالمهارات والمعارف اللي تنتج في بلدان أخرى، تتطلب القدرة التنافسية، المرونة والقدرة على التكيف، القدرة على النجاح في بيئة تنافسية. العولمة أيضاً أحضرت المنافسة الخارجية لسوق العمل بشكل أقرب. تطوير نظامنا التعليمي سيسمح للمتعلمين باستمرار في التعلم مدى الحياة، و إن شاء الله نتكلم إذن عن المستقبل. يمكن إحداث التطوير في خلي ساعتك أنا بهذه، طيب ونشوف اللي أنت بيه. خلينا نقول إذن نبحث إلى استراتيجيات رئيسة لتفعيل التطوير. يبدو لي بطيء شوي، ما أهم شيء أنت لو تحركه بس على أساس لأنه سم الحين نشغل باللي عندك وخلينا بلش بدي. لا بس بدون هذه يعني يصبح ناقص. على كل حال عندنا المدرسة اليوم تفتقد الاستقلالية الإدارية والمالية، تعمل بأسلوب ردود الأفعال، يرتكز عمل مديرها في الجوانب الإدارية. روح لسلايد 24. تسود الإنعزالية طبيعة عمل المعلمين، لا توجد حوافز للطلاب أو المعلمين أو العاملين في المدرسة. لو تعطيتني إياه ممكن أنا أترى. أنا ما ودي تبلش بشغلتين. لا ما عليه إن شاء الله.
فلا توجد حوافز للطلاب، النظام الإشرافي غير فعال، مشاركة المجتمع للمدرسة ضعيفة. المدرسة اللي نبحث عنها في المستقبل لديها درجة استقلالية فعالة أعلى، تخطط وتنفذ وتقوم أدائها، التدريس فيها ممارسات تعاونية وتفاعلية، يحفز مديرها ومعلموها طلابها للإبداع والتميز، أيضاً يؤدي مديرها والمعلمون الأوائل أدوار المشرف والموجه، تشارك المجتمع بفاعلية. ممكن برضو نلف شوي لو تكرم. أنت لو تحدد الصفحة اللي تقرأ فيها وممكن هم يغيروا لنا إياها من هناك. طيب، بس لو يطلع الصفحة 27 بيكون كويس على طول. بس أعتقد أنه عندنا إذن هنا مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، تم إعداد خطة استراتيجية لتطوير التعليم، وضع نموذج جديد للمدرسة، يتم تنفيذ الخطة الاستراتيجية من خلال شركة تطوير للتعليم القابضة، شركة مملوكة بالكامل من الدولة وبتكامل مع الوزارة، وتم تأسيس هذه الشركة. الآن احنا نتكلم عن الأهداف الاستراتيجية للخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم: تحسين مهارات الطلاب في مواد التربية الإسلامية، تحسين مهارات الطلاب في اللغة العربية، تحسين أداء الطلاب في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، زيادة الالتحاق الأطفال، تعزيز المواطنة والشخصية المتكاملة، زيادة فرص التعليم الجيد، تحسين مهارات الطلاب في اللغة الإنجليزية، تطوير مهارات الطلاب للقرن 21، رفع نسبة بقاء الطلاب في المدارس، تحسين مستوى الصحة. طبعاً هناك برامج ومشاريع، منها مدارس تطوير اللي يتم فيها عملية التجريب، بناء نموذج المدرسة الجديد، معايير التعليم والمنهج، الاختبارات الوطنية والتقويم المستوى التعليم، برامج تطوير اللغة العربية إلى غير ذلك. حتى أندية الحي تم الموافقة على إقرار 1000 نادي حي. المناهج، مبادرة التوحيد واللامركزية اللي تم توحيد 83 إدارة منقسمة ما بين إدارة بنين وبنات إلى 45، وتقليصها وإعطائها لمركزية وأيضاً صلاحيات، منح ميزانيات تشغيلية للمدارس والإدارات، قياس الأداء من خلال مؤشرات كمية. مبادرة أيضاً تتعلق بتقويم التعليم، وهو إنشاء هيئة لتقويم التعليم العام وتنظيم التعليم الأهلي مستقلة عن وزارة التعليم التربية والتعليم، وهي التي تضع المعايير للمدارس وتقوم باعتمادها شبيهة للاعتماد الأكاديمي، وتعتمد أيضاً هذا الاعتماد على وجود معلمين حاصلين على شهادة مهنية تجدد كل 5 سنوات. مبادرة تعزيز مشاركة القطاع الخاص منها توجيه مجلس الوزراء بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام للإسهام في رفع جودة التعليم. أيضاً إعداد استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بمشاركة أحد بيوت الخبرة العالمية، تأسيس شركات حكومية تابعة لشركة تطوير التعليم القابضة. تم إنشاء الآن شركة الخدمات التعليمية، شركة مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، شركة أيضاً للنقل المدرسي، أيضاً تحت الإنشاء شركة للمباني المدرسية وشركة للتغذية المدرسية، كما سيتم تأسيس شركات أخرى أيضاً في هذا المجال. المعلمون والمعلمات ومن في حكمهم، يبدو لي تعديت هذه. طبعاً رفع جودة إعداد المعلم من خلال التنسيق مع الجامعات السعودية، سيصل عدد المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم أو سيتم تعيينهم خلال الأشهر القادمة 153,000، تسريع توظيفهم بحيث لا يكون هناك ارتباك في بداية العام، معالجة العديد من القضايا والفروقات للمعلمين، رفع مؤهلات العلمية للمعلمين، إعداد مسودة لرتب المعلمين تسمح بترقي المعلم من ناحية الوظيفة بناء على تقويمه وعلى استمرار تجديده لشهادته المهنية. دكتور حمد، تم إطلاق أيضاً، إذا تسمح لي بس دقيقة واحدة، جائزة سنوية للتميز، مبادرة التوسع أيضاً في رياض الأطفال وهي مهمة جداً، وصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.
بالنسبة للمناهج الآن أصبحت مناهج الرياضيات والعلوم المطبقة في المملكة هي مناهج عالمية تطبقها الدول الرائدة في العالم من خلال شركة ماكجرو-هيل التي قامت من خلال وكيل داخلي، وهو مناهج ولكنها أيضاً تحتاج إلى تطوير المعلمين وإلى تطوير البيئة التعليمية. بالنسبة للمباني المدرسية هناك تطوير، وهناك طبعاً تأخر إلى حد ما بسبب تخلف بعض المقاولين عن القيام بأعمالهم، لكن كان هناك الاستغناء عن 1475 مبنى مستأجر، التخلص من 600 مبنى متدني الجودة، تنفيذ أكثر من 1500 صالة وملعب. خلني بسألك سؤال إذا سمحت لي. حضرتك كنت في جامعة الملك سعود، نتاج وزارة التعليم من الطلاب مرضيك ولا لا؟ مرضينا؟ أي يعني لا. الطلاب اللي يجونكم الجامعة؟ لا طبعا. طيب الحين متى بيصير يرضيكم؟ يعني بعد كم سنة؟ والله هذه هذا شغل كويس اللي قاعد أشوفه، بس متى نشوف النتائج؟ طبعا ما مشكلة أيضا التعليم أنك لا تستطيع أنك ترى مخرجاتها إلا بعد 12 سنة، لكن هناك آلية للتقويم المستمر، يعني أنت تستطيع أن تضع قنوات للفحص في السادسة ابتدائي وتختبر الأهداف التعليمية المعرفية والمهاراتية التي تم تحقيقها مثلا في سادسة ابتدائي. الآن لا يوجد لدينا، احنا يعني نفكر في ذلك انه يكون هنالك عملية تقويم خارجي من خلال مركز قياس في سادسة ابتدائي وايضا في ثالثة متوسط لكي نقوم مخرجاتنا قبل ان تصل الى ثالثة ثانوي، وهذا انا اعتقد انه مهم. وكذلك نفكر في انه تكون في رابعة ابتدائي، لانك تستطيع ان تحول كل الأهداف التعليمية الموجودة في المنهج إلى معارف ومهارات يمكن أنك تختبرها وتقيسها، وبذلك تتحقق من أنه الأهداف التعليمية لهذه المناهج تم تحقيقها. شكراً لك دكتور حمد على الوقت. معليش سامحنا بس أخذنا في التاريخ والمنجزات ومدري شلون 7 دقائق. أي والله. والزبدة أخذنا فيها 3 دقائق للأسف. شكراً جزيلاً. ننتقل الآن إلى الدكتور غاري لافونيون، بروفيسور في الفيزياء والكيمياء قسم الإعداد التعليمي في جامعة هلسنكي. Thank you. بنشوف الحين فنلندا عندهم مدارس مستأجرة ولا لا؟ Okay. Dear Mr. Chairman, dear panelists, ladies and gentlemen, it's a great honor to be here and present some ideas of Finnish education. I'm coming from the northern part of Europe. Our area is about 1/5 of the Saudi Arabian, 1/6 of the population. However, there is about the same density of people in Finland and Saudi Arabia. There's something similar with us. As it was already mentioned, our school system has been appreciated and because of the good results of the PISA assessment, and according to some other assessments done by the US stakeholders and some international organizations, our economy is running well. There's enough labor for enterprises, and also the corruption is one of the smallest in the whole world. So this is my context where I am coming, and you should understand that what I'm telling now, it's working in our context, and maybe you can adopt some ideas what is working in the northern part of Europe. This is about the economy, this conference, and so I have the first slide presenting something, how much money is used and what is get with the money. In the horizontal axis, there is the PISA outcome of students, how much students, what is the performance of students. And in the vertical axis, there is the money used for education. The money is converted to the through some kind of mathematical manipulation so that the money is now equal what you get with the money in a country. As you can see, this is the results, and it's not so straightforward what you get with the money. Maybe it's more the question how the money is used for education. There is a positive correlation between the money use and outcome. However, those countries which are getting the highest results in PISA, they are using the average money for education.
And I would like to give a very dramatical example from the data. The Nordic countries, which are very similar societies, they are also participating in the PISA. But as you can see, inside the Nordic countries, there's a very strong negative correlation with the use of money and the PISA outcomes. So this is a little bit amazing. Although the societies are similar, the money doesn't make the good results. What is the biggest difference between the Nordic countries is that teacher education is different. And that's why I have decided to focus to teacher education. What is Finnish teacher education like? And this is the difference to other Nordic countries. I have summarized the most important characteristics of our education policy. The first one is the long-term policy. That was already discussed by the other panelists, how long time we should wait. In Finland, the most important decisions considering the education, they were done 40 years ago. And after that, we have followed those good ideas. Actually, I was reading last evening the book, it is available here, Saudi Arabia 2012, done by the Oxford group of people. And in that book, there's a big chapter about education. The visions in that book, they are very similar Finnish politicians have 40 years ago. And the first idea is the equality. That is emphasized in the book. All boys and girls should have same possibilities to learn. And that is very common with the book I read last evening from Saudi Arabia and what was in Finland 40 years ago. The second big idea is the decision, the devolution of decision power to the local level. And that was also emphasized in the Saudi book. You are also planning to develop the decision power to decentralize the education. It's not so straightforward, I must say. And actually, I was a little bit astonished because I didn't find any ideas about the quality control. When the system is very decentralized, it doesn't mean that there is not quality control. There must be some kind of quality control in all cases. We all know that in the top-down systems, the quality control is based on the inspection and based on the national level examinations. That is not working on the decentralized system. So our quality control is based on trust, but it's not so simple. Trust is important, but how to create the trust? That I will discuss in my last slide. I will come back on that issue. Few words about the long-term policy. Actually, the education in Finland started in the 1300s. And in the 1700s, it was a common that everybody should learn in some level to read. So it's an old tradition in Finland to educate Finnish citizens, and all citizens, not only those who have money. In the late 1800s, the government took over the education. And that time it was established first a 4-year school and then a 6-year school for all Finnish citizens. And the system we are now running, it was established in the 60s. And that time it was decided that all Finnish citizens should go to the same compulsory school. We are having a very small number of private schools. All Finnish citizens are happy with the governmental schools. They are eager to get their children to that kind of schools. And in our schools, we are not emphasizing only mathematics, science, and reading. We are also emphasizing the physical learning, physical activities, art, and so on. Equality was also mentioned in that book, Saudi Arabia 2012. And in Finland, we are very carefully recognizing the learning difficulties of the students. That means that altogether, more than 8% of the Finnish students are recognized to have some learning difficulties. And this is good for families. Then the children are able to get support. In South Korea, this number is only 1%. So this in South Korea, they are not eager to recognize these kind of things. And we have developed a system, there are 3 levels. Half of those students who have difficulties, they are integrated totally to classrooms. And then about 30% of the students are taking to the special classes, and then the rest are going to the special schools.
and all these kind of students have a special learning plan. This is an example of the Finnish classroom. There are 30 students at grade 3, and there are 2 teachers. This is because in this classroom there are 4 students with special needs. And typically the students are learning in small collaborative groups, so they have mixed abilities and they should support each other's learning. And because there are 2 teachers, it's possible that one teacher is encouraging the low-achieving student who have the difficulties. This is a teacher and he's saying something. High-achieving pupils work as a role model for low-achieving students. And this is very important for the development of self-efficacy. They are role models of different kind of students. And the self-efficacy, the feeling that I am really able to do something, this is very important in labor market. The Finnish industry organization, they make an action plan. What are the skills needed in labor market now? And they said that the self-efficacy is one of the most important. You should be ready for doing something. You should trust yourself. And for high-achieving students, this kind of surrounding is good because they learn skills they need in labor market. They learn to collaborate, they learn to help each other, and so on. Teachers are really important in Finnish education, and this issue was emphasized in Science, a very important scientific journal. The editor in Science told that you should take the best candidates to teach education. You should educate them well, and then you should allow freedom to the teachers after educating them well. And then he mentioned that Finland is a good example in that field. What is common in those teacher education systems where the students get good results in PISA? McKinsey and Company, which is one sponsor of this meeting, they clarified what is common in teacher education in Finland, South Korea, and Singapore, and they recognize that it's the very challenging to go inside in teacher education. In Finland, it's more challenging to go to teacher education than to the medical school. It's so favorable place to study. And there are also the nice circumstances to work and so on. This is the structure of the teacher master level degree. In Finland, all teachers are masters. They have 5-year university level training. They take the major, for example, physics, minor in chemistry, and then pedagogical studies. And then within the studies, there's a training. And this was also emphasized in the Saudi Arabia 2012, that academic training should also include this kind of practical training. The university students should learn skills and competencies they need in their profession. In addition, our teacher education, there is a lot of research orientation. The student teachers are making 3 theses during their studies, and we think that teachers need this academic orientation because they are responsible for disciplinary policy and assessment policy at the local level. And then there is a heavy orientation also to the subject knowledge. And my last slide, I come back to this quality control because that was not mentioned in the plan, Saudi Arabia 2012. So, although we are not having a centralized system, although we are not having inspectors and we are not having those tests, national level test. We are having levels in quality control. There is a national level. We have a national framework curriculum. We have also national monitorings based on samples, how it's going on at schools. Then the municipality level is the most important in Finnish education. They are responsible for organizing all. And of course the school, classroom level. There must be interaction between the levels. There must be self-assessment. Self-assessment is the key to the quality control. There must be collaboration with families. There must be collaboration inside the teacher room and with the headmaster. And this kind of atmosphere, it is good for taking care of the school and quality control. And the role of the headmaster is very important in this kind of circumstances. Thank you. Thank you, دكتور جاري. بس باسم منتدى جدة أود أن ننبه أنه عرض تجربة فنلندا وماليزيا ليس الهدف منها أن ننقهر أنه نتعلم، فإذا في قهرة على الطريق يعني نمشيها مدرسين
كليات معلمين أصعب دخولها من كليات الطب. فلسفة زايدة عندهم بصراحة. طيب الآن مفروض أنه فيه أرقام للأسئلة. الشباب والشابات اللي عند الأرقام. لكن على بال ما تتحضر الأرقام يا شباب، كنت بس بنبه الدكتور عبد الله كان يتكلم إنه الحضور في البداية كان قليل وإن السبب عدم الاهتمام بموضوع التعليم. أنا ما أظن إنه عدم الاهتمام بموضوع التعليم بقدر ما هو الاهتمام بموضوع النوم. فحتى لو كان في مباراة للأهلي والاتحاد أكيد ما راح يجون الناس صباحا مبكر. طيب نبدأ في رقم 2 وبعدين رقم 3 ورقم 2 بعدين رقم 3 بعدين 5. أنا ترى ما لي علاقة، لا أحد يرفع أيده، ارفعوا للشباب اللي معهم الأرقام. رقم 2 يا شباب لا أحد ينسى رقمه، إذا قلنا رقم 2 على طول الميكروفون على طول. السلام عليكم وصباح الخير. صباح النور. الدكتور صالح النصار من كلية التربية جامعة الملك سعود. دكتور أتمنى عليك وعلى الإخوة والأخوات السائلين أن لا يكون السؤال أطول من دقيقة أو المداخلة بالتأكيد. عشان نأخذ مداخلات أكثر. لا، أحببت أن أقول أن ارتفاع سقف التوقعات من التعليم يعود إلى سبب ارتفاع مستوى التحديات التي تتواجه المملكة العربية السعودية، وخصوصا التحدي الاقتصادي. ولأن الاقتصاد يسبق التعليم بمراحل في المملكة، فقد أصبح التعليم يلهث وراء الاقتصاد، ولذلك ضاعت بوصلة التعليم وخرجت علينا موجة التعليم لأجل التأهيل لسوق العمل. لم يكن التعليم في يوم من الأيام أو في تاريخه على مر العصور الهدف من التعليم هو التأهيل لسوق العمل، الهدف من التعليم هو التأهيل للحياة. ولذلك غابت عن مدارسنا وعن تلاميذنا الكثير من المهارات التي تؤهلهم للحياة، مهارات الاتصال والتواصل، مهارات حل المشكلات، مهارات التفكير الناقد والإبداعي، مهارات القراءة الناقدة والقراءة الحرة، وغيرها من المهارات التي تؤهلهم لأن يكونوا أناساً أسوياء وصالحين ومنتجين في مجتمعاتهم. ولذا لما أصبح التعليم فعلاً يلهث وراء الاقتصاد ضاعت هذه البوصلة، ورأينا كثير من الإشكاليات التي يواجهها التعليم. ولذا لما خرج علينا المفهوم الجديد الآن الاقتصاد المبني على المعرفة، بحثنا عن أي شيء كبنية تحتية فكرية لأجل طلابنا لكي يكونوا منتجين ومبتكرين ومبدعين لم نجدها. اسألوا فنلندا وماليزيا أيهما سبق الآخر، تقدموا اقتصاديا أم تقدموا تعليميا قبل ذلك؟ شكرا جزيلا. شكرا دكتور صالح. رقم 3 وبعدين 5 6. شكرا جزيلا. I'm going to ask this question in English if you allow me. This is أول شيء عرفنا بحضرتك حتى لو أخوك الدكتور خالد ميمني رئيس قسم إدارة الموارد البشرية Human Resource Management. وين؟ في كينج عبد العزيز يونيفرسيتي. كلية الاقتصاد والمملكة العربية السعودية كلها. تفضل يا دكتور خالد. شكرا جزاك الله خير. This question actually addressed to Mr. Lavunin and Datu Razan together if they care to address it. I notice that Mr. Lavunin mentioned entrepreneurship, and I am always worried about the micro processes of developing our young people, and where is the area where they interact with the business community. I still see that lack of interface area where the graduate during his 4 or 5 years or whatever preparation does have very little encounter with the business community. So the question is, do they see incubators as a solution for this interaction? Because our business community is totally detached from what goes on inside our universities. Thank you. شكرا دكتور خالد. ننتقل إلى 5 6 وبعدين 5 6 6. معك 6 5. أنا 5. تفضل يا 5. السلام عليكم. عليكم السلام. معكم الدكتورة نادية بعيشين عميدة كلية السي بي اي. سؤالي لسعادة الدكتور عبد الله وسعادة الدكتور حمد،
رأينا نموذجين اليوم انعرضوا أمامنا وغيرها نماذج كثيرة ناجحة في العالم في مجال التعليم سواء العام أو الخاص سواء ما قبل الجامعة وما بعدها. السؤال اللي يطرح نفسه لماذا لا نحاول أننا تؤدابت هذه النماذج وقاعدين إلى اليوم في المملكة نعيد اختراع العجلة وبنعاني من مشاكل كثيرة وعندنا تخبط نوعا ما في استراتيجياتنا وسياساتنا التعليمية سواء من ناحية ربطها بالسوق العمل أو عدمه سواء التعليم من أجل التعليم فقط أو عدمه سواء تهيئة الطلبة للحياة أو عدمه الرؤية غير واضحة الاستراتيجيات غير واضحة السياسات متقادمة هل كلامي صحيح ولا لا أرجو الإجابة شكرا دكتورة نادية رقم 6 لو سمحتوا السلام عليكم أنا سارة الخريجي خريجة جامعة عفت Childhood Education أنا حالياً أعمل في تطبيق نظام فنلندي في المملكة العربية السعودية صار لي 3 سنين بشتغل مع الفنلنديين استنتاجي من فنلندا كان إنه هم عندهم اهتمام كبير في حقوق المدرسين المعلم نفسه مشكلتنا اللي بتصير في المدارس إنه المدرسة تفتح تكون منظمة عندها فيجن وعندها هدف ونبغى نسوي كده ونبغى نعمل كده وتنتهي إنها تكون منظمة مادية كيف نقدر نزود الدخل حق المدرسة من جهة نظري أنا هذا تعليق ما هو سؤال من جهة نظري باختصار أستاذة سارة لو سمحتي نعم باختصار لو تكرمتي المفروض يكون في مساهمة لكل منظمة تعليمية ما المفروض أن المنظمة التعليمية تكون كل هدفها أنها كيف تزود الدخل للمدرسة المفروض يكون لكل منظمة تعليمية في مساهمة من رجال الأعمال من المستثمرين أو من الحكومة نفسها لازم تكون المدارس شغلها أنها تركز على الطلبة والتلاميذ مو تركز على كيف تزود الربح حق المدرسة شكرا أستاذة سارة ناخذ مداخلة رقم 4 بعدين رقم 2 بارك سراج ICT Ventures Venture Capital رسالة إلى وزارة التعليم في المملكة نحن لا نحتاج إلى مدرسين نحتاج إلى معلمين اليوم الاستثمار لشركة التطوير في المقاولات وفي التأمين وفي الوجبات ليس هو الهدف الهدف إنه نحن نطور التعليم الاستثمار في تطوير التعليم وليس استثمار في شركة مقاولات ولا شركة نقل لما خادم الحرمين الشريفين وضع 1 مليار ريال للاستثمار لم يكن هدف إنه أبدي أعمل شركة مقاولات لكن أطور التعليم تكلمت يا دكتور حمد على الأهداف وكذا وهذا ولكن ما قلت لنا كيف نطور المعلمين في البلد شكرا سيد سراج رقم 2 Hello my name is Nigel Cumberland and I'm in the leadership training field and I've been living in Malaysia for 7 years working with the Ministry of Higher Education with the government polytechnics and my question is to the panelists what part can parents play? Can the government or society help educate the parents to increase their expectations? I say this because in Malaysia, my wife's Malaysian, 30 years ago, people were proud of all government schools. The same in the UK where I was educated. There used to be a culture where all the government comprehensive and grammar schools were viewed as acceptable. But today in the United Kingdom and in Malaysia, the opinion formers, the business leaders, those who want good employees, they're sending their children to top private schools. So in Malaysia, for example, the CEO of one of the large groups, SCOMI, sends his son to a school in near London that's very expensive. So I wonder, can Saudi Arabia hope to copy Finland when even the UK cannot do so now? So that David Cameron is supporting certain elite government trust schools, just as Kazana and Dato Nur are doing the same thing.
And I fear that's going to leave the majority of young people in Malaysia and the United Kingdom struggling, and they're never going to be able to play a part in this global flat world. So what part can parents play? Thank you. دكتور عبد الله دحلان نبي ناخذ مجموعه من الاجابات ثم نعود اذا صار في وقت الى مزيد من الاسئله اولا الحقيقة الطرح اللي طرحه زميلنا من جامعه الملك سعود وصفقوا له في القسم النسائي والرجالي انا اقول الفكر ده هو اللي وصلنا للحجم الكبير من البطاله اللي موجوده انا قلت في كلمتي انه 18% من خريجي الجامعات هم في التخصصات العلمية و82 تخصصات نظرية ماذا نريد بالتخصصات النظرية إذا كان لا تلبي احتياجات سوق العمل هل المطلوب أن نخرج مئات من الآلاف فقط يحملوا شهادات ويحملوا تخصصات لا يحتاجها سوق العمل أين سيعملوا؟ هذه واحدة ثانياً بس هو طرح كمان دكتور فكرة أنه هل الاقتصاد التعليم يلهث وراء الاقتصاد هل هذا ظاهرة إيجابية في تقديرك؟ صدقني حتى في فنلندا أولاً التعليم ينبغي أن لا يكون هو وسيلة لابد أن يكون غاية في فنلندا التعليم موجه أيضاً بدراسات لاحتياجات سوق العمل في أي بلد في العالم التعليم يبحث ماذا يحتاج سوق العمل؟ نحن لا نحتاج مدرسي تاريخ ولكن نحتاج إلى متخصصين في التأمين متخصصين في تقنية الشبكات محتاجين أشخاص أطباء مهندسين عندنا عجز كبير جداً لا نحتاج التخصصات النظرية إلا بقدر ما يحتاجها سوق العمل من الباقين أين سيذهبوا هناك ترهل وظيفي كبير في الدوائر الحكومية هناك بطالة كبيرة هناك وظائف مشغولة بأجانب أكثر من 6 مليون إذن إحنا في حاجة لابد أن التعليم يخدم الاحتياج مش التعليم فقط للشهادة أنا معاه لو قال والله أدي لهم مهارات يستطيعوا أن يتعلموا وأيضاً يتأهلوا لسوق العمل وعلى كل حال أظن أن مداخلة الدكتور يعني ما تختلف معك لما نهيئهم للحياة ما يعني إنما نهيئهم سوق العمل إذا هذا كما فهمتها فأنا أقول له شكراً له طيب إذا سمحت بس إجابة على سؤال يقال أن الاستثمار الدكتورة نادية قالت أنه يعني فين المشكلة وأنا شخصياً أقول أنه مشكلتنا في البلد ليست في الجامعات مشكلتنا في التعليم النظامي مررنا سنوات بتجارب كل ما يأتي وزير يضع برنامج ويستمر ويذهب الوزير ويأتي وزير آخر يأتي بجروب جديد ويضع برنامج الحقيقة تهنى مع البرامج التي وضعت قبل 5 سنين سمعنا عن 9 مليار ريال رصدها خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم إلى اليوم ما شفناها على أرض الواقع بالأسبوع الماضي سمعنا رئيس وزراء تركيا خصص 15 مليار دولار مش 9 مليار ريال 15 مليار دولار لتعميم تقنية التعليم في جميع المدارس منح لكل طالب آيباد مجانا شال شيء اسمه كتب يشيلها الطالب تهز تكسر ظهره وهو رايح وهو جاي حول التعليم إلى تقني أين نحن من هذه القرارات العاجلة في تقنية التعليم شكرا دكتور عبد الله سيدة داتو عدد من الأسئلة خصوصا عن تجربة ماليزيا Yeah. Thank you very much, Mr. Chairman. I would like to address Nigel's issue. I've been in the service 36 years. And from being a teacher till the day I retired, I have seen the changes. Fantastic changes. I would say rather worrying changes, you know. Because if you were to take the teachers before and the teachers today, it's a marked difference. I have to be fair to my teachers, but I think they're already the products of the system. Yeah, but your question on the role of parents, you know, as a stakeholder, I think is a very, very pertinent issue. And being in Khazanah now and doing it for the public-private partnership thing, that is exactly what we are doing in the trust schools. There are only 10, but we hope to at least allow expansion later when we open up to other GLCs to adopt schools in that particular way and putting actually it's basically changing the teaching learning scenario. I think
I have never agreed with a fully, exam-oriented system. And sad to say, I think we've gone overboard with it. Children come up with 21 A's and they think they're fantastic. Take those 21 A's elsewhere and see where it stands. Because the issue is, you have to educate the child not to memorize facts and regurgitate facts, but for them to become thinkers, individual thinkers and individual learners. And that is what we are trying to create. And I take the point mentioned by one of our friends in the audience just now. Character development, soft skills, these are all missing when the kids come out into the working world, when they interact with other human beings, you know? So I think this is what we are doing under the Trust School. We are engaging the parents and giving that ownership to parents also to make a choice as to what they want for the children. Again, Khazana can do it small, you know, and open it up later, but we can't touch 10,000 schools. But if it is a replicable model, and after this, when the native speakers leave after 3 years, prior to their leaving, we are going to train a local team, our own local team, to become an education service provider for other government schools and maybe private schools as well. So it is going to take a long time, but I see a ray of light at the end of the dark tunnel. I think all is not lost. But I think in Malaysia, lots more needs to be done, especially with regards to teacher quality. Definitely, I'm with Yuri for that. Thank you. Dr. Hamad. Kurab Marmak. بالنسبة لما ذكره سعادة الدكتور صالح النصار، أنا أعتقد أنه لا يوجد هنالك خلاف. الناس يعني تتحدث عن التعليم من أجل سوق العمل أو التعليم من أجل الحياة. أنت لكي تنجح في الحياة يجب أن يكون لديك مهارات ومعارف. فقط أنه بعض الاستراتيجيات وضعت ما تسميه باقتصاد المعرفة، لكن التعليم الناجح طريقة واحدة. إحنا نعرف البست براكتسز اللي موجودة في العالم، نستطيع أن نجيبها، لكن في نهاية المطاف هي طب ليش ما نجيبها؟ ها؟ ليش ما نجيبها؟ أنت موجودة الآن، لكنه في نهاية المطاف هي عندما يغلق هذا المعلم الباب ويبدأ في تعليم التلاميذ تنتهي بأنها هي ممارسة معلم، هو الجزء الأهم. وهذه لابد أن يتم عليها تدريب. العامل الإنساني مهم. أنت تستطيع أن تأتي بأفضل المناهج، تستطيع أن تأتي بأفضل البيئة التعليمية، لكن في نهاية المطاف المعلم هو المحك. ولذلك الآن الوزارة يعني وضعت في نظام الهيئة أن يكون المعلم يجدد رخصته المهنية، يعني يكون عنده رخصة مهنية مبنية على كفايات معينة. جاء وقت دخل في سلك المعلمين مدرسين كما ذكر أحد الإخوان، والتعليم هو رسالة وليس فقط شهادة يحصل عليها لكي يدرس. هذا من جهة. بالنسبة إلى ما ذكره أحد الإخوان فيما يتعلق بالمشاريع، أن إحنا الشركات الشركات وما إلى ذلك، على الشركات هذه هذه هناك كثير من الأنشطة التي حملت بها الوزارة، وهي في الحقيقة أنشطة خارج الكور بيزنس أو المهمة الأساسية في نشاط الوزارة. النشاط المهم هو التعليم وليس بناء المدارس. يعني يجب أن يتم بناء المدارس للوزارة، لذلك يجب أن يتم إعداد وتدريب المعلمين من قبل شركات تدريب متخصصة، يجب أن يتم إعداد المقرر الإلكتروني من قبل شركات متخصصة. الوزارة سيرفيس بروفايدر من جهة، ولكن للكور بزنس، وأيضا ريجوليتر، يجب أنها تقوم بعملية تفويض الصلاحيات. نبحث الآن وسيكون هنالك إن شاء الله مؤشر للجودة العملية التعليمية في كل مدرسة، لأني أنا أعتقد أنه إحنا مطالبين بأن إحنا نحسن مخرجاتنا. مخرجاتنا هو هالطالب. دكتور، إحنا مستأجرين كل من في الوزارة من أجل هذا الطالب. ممتاز. من أجل أن يكون حضرتك، أنا سمعت منك يعني لا خلال السبيتش الأساسي أو الأجوبة أنه نبحث. هل هذا بسبب مثلاً قصر عهدك بالوزارة حضرتك أنه التحقت فيها قريباً؟ لا طبعاً، هي البرامج موجودة، المشاريع موجودة، لكن هذه المشاريع والبرامج ستأخذ وقت. هناك بعض الأشياء التي رفعت
ولم تنهى الموافقات عليها. مثلا لما نتكلم عن هيئة تقويم التعليم وتنظيم التعليم الخاص، هذه هيئة لن تفتح بعد ذلك مدرسة إلا لما تحصل على اعتماد من قبلها، يكون العاملين فيها لديهم رخصة مهنية، البيئة المدرسية يكون موافق عليها بموجب معايير وستاندرد، أيضا يتم تقييمها من خلال أيضا تقويم المخرجات. إحنا نحتاج دائما إلى تقويم مخرجاتنا. أنا أعتقد أنه يعني السياسات البرامج موجودة، تحتاج فقط إلى تفعيل، نحتاج إلى تحسين كثير من الأمور اللي يعني ليست من يمكن صميم عمل الوزارة اللي تعتبر محيطة بتقديم هذه الخدمة. شكرا دكتور حمد. دكتور لافونين. Thank you for very interesting and actually difficult questions. The first question was which come first, education or economy? I think they have to develop together. In Finland, after the Second World War, we lost the war and we were in very bad situation. We were very poor, and it was clear that agriculture is not anymore the solution for making the society up. So that time the politicians decided that education is what we have to do. We have to invest to the education and educate all Finnish citizens in a good way. And not yet, but slowly, we succeeded to establish mining industry and steel industry and later the electronic industry like Nokia and this kind of companies. So they should go together, but I think maybe the education is a little bit before and then we can develop them together. The entrepreneurship education is an important topic. It's a so-called intercurricular topic in Finnish education. And we divide it to the internal entrepreneurship and external entrepreneurship. And this internal entrepreneurship is developed in all school subjects. We are developing this self-efficacy, as I mentioned. We are developing the collaborative and communication skills and help students to develop the skills they need in labor market. The external entrepreneurship is also met in Finnish curricula, and in quite many school subjects there are clear links with the enterprises. For example, in science and math, it's quite common that students are visiting the working places, industrial settings, and they are doing kind of inquiry. They are interviewing the staff members and become familiar what's happening there outside the school. And also in the social science and history, it's very important to become familiar how the economy is run and what is the relation between the political decision and labor market and industry. So it's internal and external, but it should be included to the curriculum. That's my strong opinion. In addition, we have also the school subject home economics. It's partly focusing to the home issues, but also to the more broad economical field. The third question was about how to make vision to action. And I think that this model where the system is decentralized, where the local people, the municipality people, who they collect the tax money, they have the municipality board, so they are eager to decide how to use the money they are collecting from themselves in a proper way. So the decentralization is the way how to make the visions in action, because the money are collected from those people who are deciding what to do with the money. There are also several other sides in this decentralization and how to put things action. Then there was a question about Finnish teachers and how teachers are appreciated. I think it's the long history which has influenced to this situation that teachers are appreciated, and also the academic career. They are real academic professionals. They could be compared to medical doctors and lawyers, so they have the same status, and that's the way. How to educate educators? This is a good question, and our solution has been that
all educators are educated in universities, and they have an academic studies, and this give you the competence to develop your career further. And because you get the academic training, you are able to learn new things. You are able to develop yourself. You have a lifelong learning capacity. So the educators are educated at universities, and those who are educating educators, they are making research. That's the way how to learn new things. All Finnish teacher educators are also making research in educational science, and almost all are PhD level and are able to do the research themselves. Can we have Dr. I think that was almost all, yes. طيب نبغى سؤال رقم 2 وبعدين رقم 5 وبعدين عشان عندنا بعد شغلات ثانيه يمدينا عليها. تفضل يا سيدي. ترى انا خليتك تسال لاني خايف منك تهوش. معليش. شكرا يا اخ تركي. تفضل عرفنا بحضرتك اول شيء. انا سعيد الغامدي، سفير سابق والان متقاعد واحاول اشتغل في القطاع الخاص. على اي حال، بالنسبة للموضوع التعليم، موضوع التعليم في المرحلة الحالية يعد من أدق وأخطر المراحل اللي نحن نمر فيها وأخطر الأمور اللي يجب أن نتعامل معها. في اعتقادي أن الوزارة، للأسف الشديد، وزارة التعليم هي كل محاولاتها هي ردود فعل، وليست في غالب الأحيان مبادرات حسب استراتيجية واضحة للتعليم. الأستاذ الذي تكلم من وزارة من الجامعة، في اعتقادي أن لديها الكثير وهو محق فيما ذهب إليه، ولكن في عندنا مشكلة عدم ربط البيت بالمدرسة. مرينا بأزمة المدرسين وأخذت وقت طويل حتى تتغلب عليها الوزارة. مرينا بمشكلة المدارس المستأجرة والمدارس المؤقتة، وهذه أظن الوزارة ما زالت تعاني منها. فأنا سؤالي إلى متى سنظل سنظل نتعامل مع التعليم بمفاهيم ردود الفعل وليس بمفاهيم وضع استراتيجية واضحة؟ واضح السؤال. واضح. شكرا جزيلا. رقم 5. عائشة نتو. السؤال الأول دكتور دحلان، سمعنا أنه السي بي عندها راح تفتح فرع لكلية الإعلام، أخاف تكونوا حالمين وتزيدوا البطالة على بطالتنا. السؤال الثاني للدكتور حمد. دكتور حمد، أمس كان الدكتور عبد الرحمن الزامل يقول كل الأبحاث طلعت ما كانوا عارفين شيء. أنا بس بقول فين المستشارين والأبحاث اللي عندكم؟ ما كانت تلاحظ إنه كل سنة البطالة ترتفع؟ ما كانت تلاحظ إنه بدأ يصير أبناءنا وبناتنا يومياً يبحثوا عن حافز؟ سارت الجرائد المحلية يومياً همنا الوحيد إننا نأخذ حافز، ليكون نفس الطريقة زي ما قال عبد الرحمن الزامل إنه الأبحاث والمستشارين ما شافوا برضو. سؤال واضح، شكراً جزيلاً. ما عندي وقت كثير، دكتور عبد الله باختصار وبعدين ننقل للدكتور حمد. شكراً لك. أنا يعني بس بدي أقول لي الزملاء، دكتور حمد إحنا ترى لا نستقصدك شخصياً ولا الوزارة، لكن هذا هم الوطن. حقيقة أن التعليم النظامي في المملكة لم يحقق طموحاتنا كشعب ولا كقيادة. رقم 2، لا يمكن أن نعالج بطالة خريجي الجامعات بقرار أو مرسوم أرسلهم يصيروا مدرسين في وزارة التربية والتعليم. هذا القرار صحيح عالج مشكلة بطالة، لكنه أضر بالتعليم، أرسل الناس لا يستطيعوا أن يقوموا بالعملية التعليمية. الأستاذ والطالب والمقرر
هي أساس العملية التعليمية. الأستاذ لدينا غير مؤهل تهليل كافي، المقرر عشان أطوره أخذنا دبيت طويل عشان ندخل اللغة الإنجليزية فيه، وأخيراً وصلنا بعد ما تقدموا علينا ناس كثير جداً. أيضاً البيئة التعليمية عندنا ظلت تعيسة حتى وصلنا إلى مرحلة الآن بنطورها. كل ده أخذ مننا وقت كبير جداً. دكتور عائشة تقول لا نزيد البطالة، أحب أقول لك إنه إحنا 90% من العاملين في مؤسسة الدعاية والإعلام في المملكة أجانب، أكثر من 90، ولهذا أنشأنا هذه الكلية لنساهم في تشغيل بعض من شبابنا. يعني عندكم قدرة تواجهوا مافيا الإعلام؟ والله شوف، هي ليست مافيا يعني، لكن عندما لا تقوم بدورك جيد في تأهيل من يستطيع يقوم بالعمل سنأتي بآخرين يحلوا مكانك. ولهذا عندما نستطيع أن نخرج سعوديين مؤهلين وسعوديات سننافس. شكراً الأخرين. شكراً دكتور عبد الله. دكتور حمد، باختصار نود أن على الأبحاث، وأنه هل كل الأبحاث اللي أنتم تجرونها راحت بدون يعني أي أثر؟ ما أدري عن أي أبحاث تتحدث، لكن أولاً خطط الاستراتيجية، الخطط اللي موجودة لدى الوزارة فيما يتعلق بتطوير الأعمال ليست ردود فعل، هي في الحقيقة خطط موضوعة من قبل فرق عمل من ناس تعمل في تطوير المناهج، في تطوير البيئة المدرسية، من خبراء، من نتاج جامعاتنا وجامعات طيب عالمية وباسترشاد بخبرات عالمية. بالنسبة لما ذكروه عن عبد الرحمن الزامل، أنا والله ما سمعت كلام الدكتور عبد الرحمن الزامل، لكن ولا أعتقد أن الدكتور فيديو يقول لا ما قال شيء. أنا ما قلت شيء يا دكتور. يعني يطلع منها الدكتور حمد براءة. يعني خلاص ما يحتاج تجاوب على السؤال. لا فقط بس أريد أن أوضح شيء إيجابي. أنا متفائل جدا. أنا أعتقد أن المستقبل إن شاء الله أفضل بالنسبة للتعليم. التعليم شيء مهم جدا، وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك مهتم بالتعليم، يعتقد أنه الحجر الأساسي. جميع الناس والمفكرين والمعاملين يرون أن التعليم هو حجر الزاوية، هو بناء المستقبل لأي بلد. هناك قناعة عامة، يجب أنه أبناءنا اللي يتخرجون من الثانوي أنه إن شاء الله يكونون على مستوى من المعارف والمهارات ومن القيم ومن الفكر اللي يؤهلهم لأنهم ينجحوا في حياتهم، وهذه الحياة سواء كانت في جامعة بحيث أنهم يؤدوا فيها ويحصلوا على أفضل النتائج في أي جامعة في العالم، أو سواء دخلوا في نطاق تدريبي للعمل في سوق العمل. شكراً دكتور. هذا ما نتمنى. شكراً دكتور حمد. ما بقي عندي وقت، عندي استفتاء أتمنى أن حضراتكم تشاركون عليه. أمامكم جهاز لاختيار ما ترونه. السؤال: ما هي الرافعة الأهم في عملية تغيير التعليم في المنطقة؟ أي تطوير التعليم والفعل، تشوفون الأسئلة، تطوير التعليم والفعل قدماً به كأولوية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وسي أسبقية التعليم الثانوي من السابع إلى الخامس عشر. تفضلوا للتصويت، مشكورين. فبس يضغط الواحد الاختيار اللي يختاره A أو B أو C. ممتاز، نشوف النتائج. A 57% و B وهو استخدام التكنولوجيا الحديثة 27%، أسبقية التعليم الثانوي من السابع إلى الخامس عشر 16%. شكرا لكم، عندنا استراحة قصيرة، نعود خلال في 11:45 إلى الجلسة الثانية، نلتقي بعد قليل. شكرا لإنصاتكم.